السلام عليكم. اليوم راح الولاية تاع النابة لنقف على المشروع نتاع مصنع تركيب البواخر وتصنيع البواخر بميناء النابة. وهذا المصنع اللي كان يعني دائما كان معطل، يعني مستثمر خاص عنده يعني كفاءات كبيرة في تصنيع البواخر ذات الحجم المتوسط، إذن كان قد طلب يعني توفير له مساحة أكثر ليطور صناعة يعني يطور مهنة يعني تركيب البواخر. إذن يتم حاليا العملية تاع توسيعة نتاع المنطقة تاع تركيب البواخر لهذه الشركة. إذن إن شاء الله يكون فيها خير. ويعني بعد ما زار والي ولاية عنابة هذا المستثمر إن شاء الله يكون فيه انطلاقة جديدة لهذا المشروع. إذن أترككم تتابعون والسلام عليكم.